طريق الخلاص. قلنا ونقول العراق من سيء إلى أسوأ، ويكاد ينعدم الرجال. يا أشباه الرجال ولا رجال، فلا خلاص للعراق إلا برجال صدق أحرار تخرج البلاد من الحضيض والانهيار، مثلا ليقتدوا بما حصل في مصر أو الجزائر أو تونس أو غيرها التي تحررت من قبضة استبداد الدين والإفساد. والله المستعان. المهندس الصرخي الحسني.